لتفاصيل أوفى حول الأوضاع في بغداد ينضم إلينا عبر الهاتف من هناك الصحفي العراقي أحمد الجميلي. أهلا بك أحمد. أهلا مرحبا. أحمد، ما هي أبرز المعلومات المتوفرة لديك حول التفجير الذي وقع قبل حوالي الساعة في بغداد؟ نعم، طبعا حصيلة الهجوم الانتحاري الذي استهدف ساحة عدن المكتظة بالمارة وبسيارات الباصات الصغيرة التي تنقل المواطنين من مركز مدينة بغداد إلى داخل مدينة الكاظمية الشيعية في شمال بغداد قاد للزيادة، وقد تجاوزت 8 قتلى أو أكثر بحسب مصادر أمنية وكذلك مصادر هو طبية. أحمد، كان هناك تضاربا في عدد القتلى والجرحى، ما هي ربما أدق حصيلة حول هذا العدد؟ نعم، الحصيلة التي توفرت لدينا قبل نصف ساعة هو أن عدد القتلى قد بلغ 4 قتلى، 3 من المدنيين وشرطي مرور كان قريب من مكان الانفجار، وأكثر من 12 جريح بينهم عناصر في حماية رئيس مجلس محافظة بغداد رياض العظام، تصادف وجودهم في مكان الانفجار. نعم. هذا الانفجار هو الأول من نوعه بعد فترة هدوء طويلة استمرت لأكثر من 8 شهور في العاصمة بغداد، على الرغم من أن هذا لا ينفي أن العاصمة العراقية بغداد تشهد بشكل يومي خروقات أمنية، لكنها لم تصل إلى مرحلة الانفجارات الانتحارية أو السيارات المفخخة كما كنا نشهدها قبل 8 شهور. هنالك يوميا عمليات خطف وعمليات سطو مسلح تستهدف محلات باعة الذهب والعملة الأجنبية، وكذلك هنالك عمليات ابتزاز يتعرض لها كبار التجار في العاصمة العراقية بغداد، وأصادم اتهام تتجه نحو ميليشيات متنفذة تسيطر على مناطق واسعة من العاصمة بغداد. أحمد، لو أسألك عن الأوضاع حاليا في بغداد عموما وكذلك في منطقة التفجير التي تقع وسط العاصمة وتوقيت التفجير أيضا، نحن يعني قبيل بضعة أشهر عن الانتخابات. تمام، هو هذا ما يتحدث عنه الناس الآن في شوارع بغداد. الناس في بغداد كانوا متخوفين من اقتراب موعد الانتخابات لعلمهم ولتجربتهم الطويلة منذ عام 2003 من أن الملف الأمني عادة ما يشهد تأزما وإرباك كلما اقترب موعد الانتخابات البرلمانية منذ عام 2003 وحتى اليوم، لا سيما أن هنالك سياسيين تحدثوا بصراحة من أن أي نية لتأجيل الانتخابات ستؤدي إلى فتح باب جهنم، كما صرح بذلك يوم أمس القيادي في المجلس الأعلى همام حمودي، وهو ما أثار حافظة العراقيين، وحاليا هم يتهمون جهات سياسية ويتهمون أجندات خارجية تعمل على دفع البلد نحو التخندق الطائفي ونحو مزيد من التأزم من أجل الضغط وإقامة الانتخابات، على الرغم من عدم وجود الأجواء المناسبة ووجود أكثر من مليون نازح لحد الآن محرومون من العودة إلى منازلهم في شمال وفي غرب وفي شرق بغداد. أشكرك جزيل الشكر أحمد الجميلي الصحفي العراقي، كنت معنا عبر الهاتف من العاصمة بغداد.